مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من مصر قريبه. المركز العربي للاعلام السياحي الملتقى ال 12 سنه. المركز ده بيشتغل بيعمل جهد كبير جدا جدا وبيعمل او بيشجع السياحه البينيه ما بين الدول العربيه، والحقيقه انه عاملين اسس محترمه جدا جدا ازاي نشجعه من خلال الاعلام السياحي المتخصص. المركز عامل دور كبير من خلال الملتقى، من خلال توزيع جوائز، من خلال متابعه وكتابة تقارير عن البرامج الاعلام السياحي بشكل كبير. والحقيقه انه كل ما الاعداد بتزيد كل ما ده بيبقى في ملتقى كبير على مستوى الصحفيين والاعلاميين المتخصصين في الشان السياحي. احنا معاهم النهارده لانه دايما في الملتقى بيبقى فيه جولات سياحيه كبيره جدا، والحقيقه انه بيتبرع عدد من الفنادق انها بتستضيف المركز، واحنا موجودين في واحده من الاماكن الجميله جميلة جدا، شرم الشيخ. طبعا شرم الشيخ كان ممتع، ولو هتشوفوا النهارده ردود الافعال الدول العربيه والصحفيين والاعلاميين قد ايه بصوا في شرم الشيخ، لان شرم الشيخ طبعا ليها نكهه مختلفه، مش بس بنتكلم على بحر ورمله ودايفنج وسنوركلينج اللي معروفه على مستوى العالم، لا احنا بنتكلم كمان على نشاطات تانية زي اماكن حلوه بتعمل صوت وضوء، وزي اماكن تانية فيها دولفين وغيره وخروجات وسفاري وغيره. فالنهارده تعالوا نتابع في الحلقه ونشوف انجازات المركز ايه وازاي هم قد ايه انبسطوا في شرم الشيخ. يلا معانا الاستاذ حسين علي المناعي وهو كاتب صحفي، وكمان بنقول له مبروك لانه اخذ رئيس المركز العربي للاعلام السياحي. يا اهلا وسهلا والف مبروك. الله يبارك فيكم والله ييسرنا ان شاء الله على تحمل هذه المسؤوليه والصعود بالمركز الى الامام دائما ان شاء الله. يعني هم المركز طبعا بقى لكم فترات طويله 12 سنه، فبالتالي لما يبقى بيقع الاختيار على شخصيه فهي اكيد بتبقى شخصيه طبعا قد المسؤوليه. سؤالنا كده، الاجنده بتاعتك فيها ايه او على قمتها ايه بالنسبه للاعلام السياحي العربي؟ حقيقة أنا من كنت قبل فترة ماضية مسكت رئاسة المركز، وقطعنا أشواط كبيرة من الإنجازات على مر 10 سنوات، وأتحنا الفرصة لزملائنا الثانيين لمواصلة المسيرة، ولكن شاءت الأقدار اليوم أن في عام 2020 أن تعود الرئاسة إلى الإمارات، فنحن دائما إن شاء الله تعالى نعد زملائنا بأن المرحلة القادمة ستكون مواصلة للإنجازات التي حققناها. وكان هدف المركز منذ البداية هو التشجيع على السياحة البينية ما بين الدول العربية، ولكن نحن الآن ننظر إلى أن يكون للمركز العربي للإعلام السياحي دور بارز في الترويج للدول العربية في أوروبا والعالم من خلال تسيير قوافل بالتنسيق مع الهيئات الأوروبية التي مسؤولة عن السياحة للقيام بهذا الهدف. كذلك من ضمن الأهداف التي نسعى إليها هي الدورات التدريبية الخاصة بالإعلام السياحي، خاصة وإن نحن في معظم الدول العربية تشهد العديد من المهرجانات والبطولات والمناسبات الرياضية والسياحية بمختلف أنواعها. نحن مثلا في دولة الإمارات في القريب العاجل سوف نستضيف 2020، فلا بد لنا من الاستعداد من الآن بتأهيل كوادر عربية وليس خليجية فقط أو إماراتية للمشاركة في تغطية هذا الحدث العالمي. أنا عارفة أن أنتوا قابلتوا من خلال المركز، قابلتوا طبعا وزير الآثار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وقابلتوا كمان الأستاذ حسام هيكل وهو رجل طبعا كبير في إعلام وزير الدولة للإعلام، فقول لنا كده المقابلات دي أسفرت عن إيه؟ وأنا عارفة أنه كمان أسامة هيكل الأستاذ أسامة هيكل كرمكم، كان في نوع من التكريمات أو شهادات التكريم، فاحكي لنا على المقابلتين وإيه اللي تم من خلالهم.
حقيقة بداية نحن نتوجه لمعالي وزير السياحة المصري على استضافته لنا بدعوة العشاء والجلوس معه بالحديث، وزد من همتنا بدعوته إلى الاهتمام بالقطاع السياحي. ونحن وجهنا رسالة حقيقة للجميع بأن المركز العربي للإعلام السياحي هو الداعم الأساسي للسياحة المصرية، وقف معها في كل الظروف. وقفنا نحن مع السياحة المصرية في مرحلة الضعف، ولكن كنا نجوب شوارع مصر وندعو جميع الدول العربية بمناصرتها وبالوقوف معها، لأن مصر هي مصر في القلب، ونحن نشد على بالنسبة لمصر. كذلك بالنسبة للقائنا مع وزير الإعلام، حقيقة معالي وجه دعوة إلى جميع أعضاء المركز العربي للإعلام السياحي بزيارة مدينة الإنتاج والاطلاع على أهم الدورات الإعلامية، وكذلك دعا إلى أن من الممكن مساعدتنا في إنشاء هيئة قناة إعلامية سياحية متخصصة في القطاع السياحي، وهذا طبعا سيساهم كبير في رسالتنا الإعلامية. مدينة الإنتاج الإعلامي شفتوها، لأن كمان مدينة الإنتاج الإعلامي ممكن تبقى مزار جيد جدا للسياحة، لأنه أنت عارف وبالذات الخليج وإخواتنا العرب بيحبوا قوي يشوفوا الحاجات اللي ليها علاقة بالدراما اللي اتعمل فيها الأفلام بتاعت زمان أو المسلسلات بتاعت زمان. فالزيارة دي أنتوا حسيتوا إيه، وإزاي ممكن تستغل كنقطة كمان في القناة بقى اللي بتفكروا تعملوها، إنها تبقى نوع برضو مختلف من السياحة، غير الآثار غير الشاطئية، يبقى عندنا حاجة ليها علاقة بالدراما. حقيقة معالية أعطانا فكرة كاملة عن مدينة الإنتاج وعن مقوماتها وعن أهم المسلسلات الرمضانية التي تقدم فيها، ومشاركة عادل إمام في هذه المسلسل بالضبط. ولكن لضيق الوقت لم نتمكن من زيارتها، ولكن وعد معالي في الجدول بتاعكم الجدول القادم حنزور المدينة إن شاء الله والاطلاع عليها ووضع كافة الترتيبات لإطلاق إن شاء الله تعالى القناة السياحية. يعني لو انتوا هتتكلموا بقى زي ما بيقولوا كده، بتبقى خطوه مبدئيه انه احنا بنعمل علاقات او سياحه بينيه ما بين الدول العربيه، وبنوطد العلاقات اكتر من خلال السياحه والاعلام، وبعدين هنبتدي كقوه كده مع بعض في خطوه لاحقه ان احنا نوجه كلامنا للاوروبيين بحيث ان هم يجوا يزوروا طبعا الدول العربيه، لان احنا عندنا مقومات كتير جدا في السياحه. فقولي دي من ضمنها، حضرتك بتتكلم على القوافل انه هيبقى فيه ان شاء الله قناه ممكن تكون ناطقه بجميع اللغات تكلم العالم بره. الافكار بقى التانية المختلفة انه ازاي كمان ادرس الاسواق دي، لان الاسواق دي طبعا عاداتهم وتقاليدهم مختلفة، الحاجات اللي بيحبوها من كل دولة لدولة بتختلف. فهل انتوا بتفكروا تدرسوا كل بلد بعاداتها بتقاليدها ازاي، ايه اللي ممكن يكون اكثر جذبا، وخاصة ان دي بتبقى من خلال احصائيات زي دكتور سعيد بطوطي، هو طبعا استاذ في جامعة فرانكفورت وبيدرس اقتصاد وعارف الاقتصاديات وبيديكوا الارقام، وانا عارفة ان هو في المركز كمان. فهل بتستعينوا بده، هل بتعملوا دراسات على ده؟ في الحقيقة نحن من ضمن التطورات التي حدثت في المركز العربي للإعلام السياحي، والتي نحن سوف ننتظر إن شاء الله نتائجها خلال المرحلة القادمة، هي تشكيل مجلس الأمناء. وهذا مجلس الأمناء مكون من قادة رجال السياحة في الوطن العربي، ومنهم الدكتور سعيد رئيس المنظمة السياحة السابق طالب الرفاعي، كذلك معالي هشام زعزوع الذي كان له دور كبير، وزير السياحة السابق، وكان له دور كبير في دعم أنشطة وفعاليات المركز العربي للإعلام السياحي من خلال حضوره ودعمه لكافة الملتقيات السياحية التي تقام على أرض مصر. أنا بشكرك وبنشكركم على الاستضافة لينا في المركز، وإن شاء الله دايما احنا متابعينكم من خلال مصر قريبة، وبالتوفيق وألف مبروك مرة تانية على القيادة مرة تانية للمركز. شكرا جزيلا وشكرا على دوركم الإعلامي البارز.
معانا دلوقتي رئيس المركز العماني الدكتور سلطان اليحيائي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ ريم. اولا طبعا انت بقيت بتيجي مصر كتير ومصر بقت بيتك التاني، لكن قولي تحديدا شرم الشيخ بالنسبه لك ايه الحاجات الحلوه اللي انت تشوفها كده كبدايه يعني واحنا بنتكلم في شرم الشيخ دلوقتي؟ طبعا انا يعني مصر بالنسبه لنا معشوقه، فلذلك دائما لما نزور مصر نكتشف أشياء جديدة ونستمتع بأجواءها بروائعها الموجودة. ما يميز شرم الشيخ يختلف عن ما يميز القاهرة الإسكندرية. شرم الشيخ تتميز بالهدوء، الاستقرار بالراحة، الجانب النفسي، وأيضا بوجود منتجعات اللي تعطي يعني شيء مريح، وخاصة يمكن الأسر والسائح العربي لما يجي إلى شرم الشيخ تجده أنه يأتي للاستقرار وأيضا للترفيه، ووجود أيضا المتعة، ولا ننسى أيضا نسمة الأجواء ولا نسمة الجو الجميل في هذا الجانب. يعني العلاقات المصرية العمانية دي علاقات ممتدة ومن زمان، وإحنا كمان يعني لسه بنتكلم كنا قبل ما نصور، إحنا الشعب العماني بيحب مصر جدا ومصر تحب الشعب العماني جدا، وهو من أطيب يعني إذا كنا بنتكلم على الشخصيات الحلوة على مستوى العالم هما من اطيب فعلا الشخصيات. فقولي الاول ايه اللي بيميز الشخصيه العمانيه، وايه الاماكن الحلوه عندكم هناك اللي بتعملوا بيها دعايه من خلال الاعلام السياحي؟ شوفي، العلاقه مع ما بين مصر وعمان علاقه ازليه من فتره طويله. احنا تتلمذنا على يد المصريين سواء كان على مستوى التعليم او الصحه او كل الجوانب، لانه يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشيء الثاني كانت العلاقه ما بين الاب الراحل جلال السلطان قابوس وايضا يعني ايضا حسني مبارك، كانت علاقه ايضا جدا رائعه في فترات من الزمن، وكانت علاقه يعني تشوبها جانب من الايجابيه الدائمه والدعم المستمر بين الجانبين، سواء كان على مستوى العماني والدعم لجمهوريه مصر والعكس في ذلك. العماني دائما بطبيعته سجيته البساطة والأريحية والتعامل بطيب الخلق، ودائما احنا ما نقول من أسس الجذب لدى السلطنة المواطن العماني. المواطن العماني مضياف، يستقبل الناس برحابة صدر ولا يتعالى على الآخرين، يتعامل معهم بروح إيجابية، يحاول قدر الإمكان أن يكون خير من يمثل بلده في استقبال الضيف في هذا الجانب. مقومات كثيرة تزخر بها سلطنة عمان. قبل شوية كنا نكلمك لصلالة وندعو البرنامج لزيارة صلالة، استمتاع يعني في فترة تكون حرارة الصيف في أقصاها، ونجد منطقة في الخليج تكتسي اللون الأخضر وفيها نوع من الرذاذ والجمال والأريحية. فأنا أتوقع أيضا منطقة تستحق الزيارة والتشريف، وهي دعوة لكل المتابعين أنهم يزورون لصلالة. ناهيك أيضا عن الجبل الأخضر، وأيضا تتميز سلطنة عمان بالقلاع والحصون والمواقع السياحية. سلطنة عمان إن صح التعبير هي منظومة متكاملة، سواء كان في السياحة الثقافية، السياحة الدينية، السياحة التاريخية والسياحة الترفيهية. دعوة لكم وللبرنامج وايضا المتابعين انهم يشرفون سلطنه عمان، وان شاء الله يستمتعوا فيها باذن الله تعالى. انا عارفه كمان وبحب قوي الازياء في سلطنه عمان، وخاصه انتم بسموه ايه الخنجر، من شخص لتاني بيختلف واللبس نفسه بيختلف، بحب قوي اللبس بتاعهم. ولعلمك انا اشتريت حاجات ليها علاقه باللبس والتراث هناك العماني. قول لي ايه اللي بيجذب بقى السائح العماني لما يجي مصر، لانه انتم عندكم حاجات كتير ومقومات كتير جدا في عمان، لكن لما يحب يجي مصر ايه الاماكن اللي يحب يزورها هنا وليه؟ شوفي، أنا مثل ما قلت لك مصر بطبيعتها تختلف من شخص إلى شخص آخر. يعني أغلب ما يميز، أنا سافرت أغلب دول العالم ولكني لا أجد المتعة إلا في مصر، لأن مصر فيها من البساطة، فيها من الأريحية، فيها من التعامل الراقي ما بين المواطن المصري مع السائح الموجود. هنالك مواقع تاريخية أثرية ثقافية موجودة، تكلمنا مثلا في القاهرة تجد مثلا منطقة الحسين من المناطق اللي يحرص دائما السائح العماني لما يزور مصر، تجد ايضا يرتاد المواقع السياحيه الموجوده في كمان. اقصد ليه؟ لانه مثلا يقول لك الفرنسيين والالمان يحبوا السياحه الثقافيه، يحبوا الاثار. عندك بقيه مثلا شعوب كتير في اوروبا تحب الشواطئ، فعشان كده دايما اسال العماني نفسه ايه اللي يحبه، هل بيحب فعلا الاثار اكتر؟ لا، بيحب الشواطئ اكتر.
شوفي مثل ما قلت لك يتنوع، لكن اغلب السائح العماني تجده متمركز بشكل كبير في القاهره، ما بين القاهره والاسكندريه تلاحظ بشكل كبير. يختلف ثقافته من ثقافه السائح الاوروبي. السائح الاوروبي يمكن دائما للاستمتاع، عايز يبعد عن الناس، يبعد عن الناس. طبيعه الخليجي هو جاي، هو اسرته يريد يقرب المصريين، يسهر السهرات الموجوده على النيل، تجديه موجود في الحسين الى الصباح. فهي ثقافه تتامل الأجواء، لأنه يمكن قد يفتقدها، لأنه الموجود مثلا في عمان قد يكون موجودة هذه الجان لكن ما موجودة بهذه الحراك الموجودة في مصر. فأنا أتوقع ما يميز السياحة في مصر أن فيها تنوع كبير، وأي واحد يأتي إلى مصر سواء كان عماني أو غير عماني يجد ضالته، يعني يجد المكان اللي هو يستمتع فيه. طيب دكتور سلطان، دايما لما بنتكلم مع حد يقولوا دكتور سلطان عامل شغل كبير جدا في عمان بالنسبة للمركز، فاحكي لنا إيه الدور اللي أنت عامله هناك ومخليك مختلف عن اي دولة تانية بالنسبة للمركز الاعلامي للسياحة العربي؟ طبعا عامل ايه، ودايما الحفلات بتاعتك او الملتقى عندك بيبقى مختلف ازاي؟ والله دائما انا احرص او نحرص سلطنه عمان، دائما المركز ركز على في سلطنه عمان على نقاط مهمه جدا هي الاقتناع المسؤول. فلذلك احنا بثينا رساله من خلال المسؤولين الموجودين في السلطنه، وكانت هنالك قناعه تامه بالمركز، فتبنوا الفكره ودعموا الفكره، وبالتالي دائما لما ياتي عمل يكون عمل منظم ومتكامل مع الجهات المختلفه سواء كان مع الحكومه او مع القطاع الخاص او المعنيين، أكيد راح يأتي ويكون منظما ومرتبا. الشيء الثاني ما يميز سلطنة عمان ارتفاع مستوى البروتوكول الموجود فيها، فلذلك دائما لما تكون في حفلات أو فعاليات موجودة هنالك تركيز دقيق جدا بكل التفاصيل الموجودة من الألف إلى الياء، من وصول الزائر عرض المطار وإلى رجوعه الى المطار، بحيث ان احنا دائما لما ياتي السائح او ياتي الزائر او ياتي الضيف نتبنى ونحاول ان نسخر كافه امكانياتنا بحيث انه يخرج بانطباع راقي، سواء كان من حيث الاستقبال من خلال النقل الى المطار والى المطار، ايضا من خلال الوصول الفنادق الموجوده، تقديم البرامج المختلفه، بحيث انه ما يعني يجد نفسه في نوع من الملل ببيته. والشيء الثاني ايضا ان احنا نحسسه كسائح انك انت في كثير في اهم حاجه، وايضا ان عندنا مجموعه من البرامج ونحاول لما يطلع السائح من عمان ان احنا يعني ايضا من خلال ليست من سلطان وكذا، لا حرص من الدوله ان تقدم مجموعه من الهدايا البسيطه اللي تمثل سواء كان الحلوى العمانيه او اللبان العماني الموجود في هذا الجانب. فهنا تلقائيا انا لما احس اني انا محط اهتمام، الكل محط اهتمام من أصغر ضيف إلى أعلى ضيف بالنسبة لنا، كلهم بالنسبة لنا سواسية، وراحة الضيف الأصغر هو أهم من راحة الضيف الأكبر كمسؤول. كان بيتكلموا على تعاون مشترك، او بنتمنى ان احنا نشوف تعاون مشترك على ارض الواقع، ان يكون مثلا في برنامج اعلامي ضخم بيلف العالم العربي، وخاصه ان احنا دايما بنقول مثلا ان احنا عشان مثلا نبحث عن يعني الصين والاماكن البعيده، بغض النظر عن الصين واللي بيحصل دلوقتي، بتكلم على الهند والاماكن البعيده امريكا او غيره، فبيقول لك مثلا لما تيجي تعالى بقى زور شمال افريقيا كلها، تعالى زور الخليج كله، بحيث انك انت تقعد شهر شهرين، المسافه طبعا طويله. فالفكره دي وارده انك انت تكون بنعمل من خلال برنامج كبير دعايه بشكل كبير للعالم العربي في السياحه؟ وشوفي لازل احنا لابد ان نتحدث بكل مصداقيه، لا زالت تنقصنا هذه البرامج التي تروج للسياحه البينيه العربيه، السياحه يعني عمان والدول العربيه ومصر وكثير من الدول تمتلك الكثير من المقومات السياحيه، بينما نجد عدد السياح الذين يخرجون من المنطقه العربيه للسياحه الاوروبيه والسياحه العالميه عدد اكبر من المتوقع الموجود. الدليل في ذلك على انه احنا
نقطتين، ان احنا يمكن لم نستطيع ان او لم نح او لم نجيد 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 التسويق والترويج لمقوماتنا الموجوده. الشيء الثاني ان احنا للاسف يعني كسائح خليجي وسائح عربي ينظر بثقافه اخرى ان انا اتجهت الى اوروبا او اتجهت الى هذه الاماكن، رغم ان احنا زرنا هذه الاماكن تجد يعني ليست هنالك مقارنه بالبرنامج الموجود ما بين البرنامج الموجود في مصر واستمتاعه او في السلطنه وفي صلاله في استمتاعه وبين البرنامج الموجود في احدى الدول الاوروبيه اللي يتميز بالجمود، انه ما بعد الساعه السادسه مساء ما في ذيك الحركه، الغلاء الموجود اذا انا صرفت مبلغ معين هنا ممكن أصرف هناك 10 أضعاف المبلغ الموجود، لا مبالغة في هذا الجانب. فلذلك احنا محتاجين فعلا أن يكون هنالك برنامج ترويجي سياحي، وهذا ما تحدثنا مع معالي وزير الإعلام المصري أستاذ معالي الدكتور أسامة أنه أسامة هويكل، نعم، أنه في مقترح لإنشاء قناة سياحية وتكون مقرها القاهرة، قناة سياحية عربية طبعا، ويكون الفكرة فيها أن احنا نستطيع أن نسوق للسياحة البينية العربية، وتكون جمهورية مصر انطلاقة هذه القناة، وكيف نستطيع من خلالها أن احنا نكون الآن الحمد لله يعني الوسائل متاحة بأقل التكاليف. الآن ساعتها مش هيبقى بس بتوجه كلام للسائح العربي، انت هتوجه كلامك للعالم كله أنه تعالوا وشوفوا الدول العربية نكهتها وطعمها. صحيح، لو تلاحظي كريم تلاحظي أنه الآن أغلب التوجه في السياحة العربية متجهة للترويج في السوق الأوروبي، بينما احنا كسياحة خليجية هي اكثر السياحة الخليجية هم اكثر السياحة اللي يعني لا مردود للدولة في هذا الجانب. فاحنا الان لو الاتجاه الفكر يتوسع ويزيد هذا الحجم، وان يكون السياحة الموجودة ما بين الدول العربية اكثر نشاطا واكثر فاعلية، انا اتوقع راح نحقق مكاسب كثيرة واكتفاء، وراح يكون القطاع السياحي نوع كبير من الدعم لاقتصاد الدول العربية في هذا الفعل. أشكرك يا دكتور، مجموعة من الأفكار رائعة، نتمنى أنها تكون بتتنفذ قريب إن شاء الله بإذن الله. بشكرك وبالتوفيق دايما. شكرا جزيلا، وشكرا للبرنامج، وشكرا لمصر. يعني دائما حديثنا عن مصر ذا شجون، والجلوس في مصر يخليك فعلا مهما كان لديك من ضغط أو من أعباء حياة كثيرة، إلا أنه الاستمتاع بمصر ومقوماتها السياحية يجد الإنسان يعني نفسه عندما يزور مصر. فأنا كسلطان أجد نفسي من حيث المتعة عندما أزور مصر. حقيقي مصر والمصريين بيحبوا عمان وأهلها كتير جدا جدا، ودي رسالة يا ريت أنت توصلها كمان لأهلنا في عمان أو كل مصر. وأكيد وإحنا نحب مصر وأهل مصر، ومصر أم الدنيا، والمفروض أن كل الدول العربية تحب مصر. شكرا جزيلا. من الامارات الاستاذة امينة احمد، يا اهلا وسهلا. اهلا بك يا حبيبتي. ايه الوجه الجميل ده؟ حبيبتي نورك والله. اولا طبعا الامارات انت عارفة عزيزة علينا، وهي تعتبر من الاسواق الناشئة اللي خدت خطوات سريعة جدا جدا، ومش هنتكلم على مجال الاقتصاد وغيره مع ان السياحة طبعا جزء من الاقتصاد، بس هم كمان في السياحة الامارات عملت شغل كبير جدا في وقت قليل. فقولي لي ربط بقى السياحة مع الاعلام، وانت بقالك فتره في المركز ومتابعي، فقولي انتوا في الامارات ازاي بتشتغلوا انه بتعملوا دعم للسياحه من خلال الاعلام؟ طبعا السلام عليكم. اول شيء الاعلام هو جزء لا يتجزا
وكوسيلة للترويج للسياحة، سواء كانت سياحة داخلية أو سياحة خارجية. فعن طريق تعزيز الإعلام ودور الإعلامي في الترويج لهذه السياحة، وخاصة نحن الدول العربية لازم نساند بعض ونتعاون مع بعض في الترويج سواء للعرب أو لغير العرب. قولي لي، أول مرة تيجي مصر ولا جيتي كتير؟ لا جيت كذا مرة. طب احكي لي إيه الأماكن اللي أنت بتحبيها بشكل شخصي، وأنتوا دايما بتعملوا إيه اللي بتعملوه في المركز لما بتيجوا بتعملوا الملتقى كل سنة؟ والله المركز العربي للإعلام السياحي خطى خطوات عظيمة وكبيرة وجبارة، أنا معاهم منذ 2011 تقريبا. أحلى الأماكن اللي زرتها لين الحين ما شاء الله طبعا شرم الشيخ أول زيارة لي، بس كان قبلها الغردقة، وكان الفيوم، جدا أعجبتني الفيوم صراحة والإسكندرية. أنا عايزة أقول ده إنه يعني بنتكلم هو على الإمارات، والإمارات في أماكن حلوة وإنتوا خلقتوها كمان، لأن في أماكن كتير اشتغلتوا عنكم تعملوها. لما لسه كنت بتكلم أنا وهي على فكرة، وكانت بتتكلم عن إنها عايزة تروح الدهب، تروح الوادي الجديد، تروح طابق، تروح الحتت اللي فيها ما فيهاش المبالغات بتاعت أو التكنولوجيا الحديثة، فيها أكتر قرب للطبيعة. ويمكن العالم كله دلوقتي بيهتم بفكرة البيئة والطبيعة. ايه الحاجات يعني سمعتي ايه عندها بحيث انت متحمسه تروحي؟ ايه اللي انت بتحبيه هناك؟ اول شيء مصر ما شاء الله دوله عربيه تزخر بثروات طبيعيه هائله، عندكم اماكن مش لا ما لها داعي انكم تبتكروها، فانتم ربنا خلقت الحمد لله خلقت ربنا، فسلطوا الضوء عليها اكثر من خلال التركيز على الاعلام وجذب السياح لها سواء عرب او اجانب. طبعا انا نفسي ازور دهب بما اني لايف كوتش مدربات حياه. نحن كإنسان وكبشرية ربنا خلقنا لازم نرجع في الأول والأخير للطبيعة، صح؟ بالرغم من التكنولوجيا والأبراج فدائما الواحد يختلي بنفسه عشان يرجع توازن السلام الداخلي. بالضبط بالضبط. فنحن في خضم وفي ضخم التسارع الكثير والكبير اللي قاعدين نعيشه في وقت الحالي، لازم نشحن دائما ونختلي بأنفسنا. ده اللي بتخليكي تحبي، رغم ان دهب هتاخد وقت طويل عشان تروحي، او يعني اقرب مطار ممكن يكون برضو بعيد، لكن انت عندك استعداد. والله عادي، بالعكس عندي اكبر استعداد اني ازور دهب ومثل المناطق اللي تشبه دهب لانها ثروه. سانت كاترين كمان سمعت انك انت بتحبيها او نفسك برضو تروحي. جدا جدا ان شاء الله طلبنا سانت كاترين، هناك لي قصص وحكايات رائعه. ما نحن لازم نروح لهالاماكن ونسلط الاضواء على الاماكن اللي مش متعارف عليها كثير. يعني مثلا الاسكندريه والغردقه او شرم الشيخ على راسي، بس لازم نسلط الاضواء حاجات ثانيه غير الشواطئ كمان. بالضبط بالضبط، حابين الناس تتعرف على الثروات اللي ربنا خلقها وطبيعيه وتسخر بها الدوله من غير ما نضيف عليها اي اضافات. بالعكس الواحد يرجع من غير ما ينزل فندق 5 نجوم ولا 4 نجوم، ان شاء الله ينزل ويروح ويتذكر كيف الاوليين كانوا ساكنين وكانوا عايشين. احلى شيء. يعني فعلا الامارات عندها الفندقه على مستوى عالي جدا، مستوى تكنولوجي عالي جدا. فعاده الامارات، اهل الامارات لما ييجوا بقى مصر بيبقوا مش عايزين ده، عايزين يشوفوا الشخصيه المصريه، عايزين يشوفوا العادات والتقاليد، عايزين يشوفوا حاجات ليها علاقه بالطاقه وكده. كتبتي حاجه وربطتي ما بين السياحه وعلوم الطاقه اللي هي الميتافيزيكس وعلوم اللي هي المديتيشن وغيره، كتبتي او ليكي كتابات في انك بتربط السياحه بالاعلام بالميديتيشن؟ طبعا طبعا، كلايف كوتش كمدربه حياه دائما نحن ندعو الزبائن او الفولورز او الناس اللي تبحث عن التوازن الداخلي انها تروح اماكن تعمل فيها تاملات بعيده عن العمران وعن البهرجه والاسمنت. ارجعي للطبيعه. لما تيجي مصر المره الجايه ان شاء الله لازم تكونوا بتخططوا، على ما تاخد المركز كمان لازم تكونوا مخطط ان تروحوا الاماكن البعيده دي، بس تبقوا انتوا بقى شويه من اجازات شويه من فعلا. احنا هذه من امس كان عندنا انتخابات، الانتخاب رئيس المركز ل 2020-2024 للدوره الحاليه، وكانت من بين الاهم النقاط المطروحه انه نحن نتوجه الى هذه الاماكن. كويس جدا، كويس فعلا. بشكرك ومنوره مصر طبعا، وسلامنا كثير لاهل الامارات. حبيبتي انتوا على راسنا والله. تسلمي.
معانا الأستاذ محمد عبد القادر، وهو واحد من الكتاب والإعلاميين طبعا الصحفيين من السودان الشقيق. يا أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ. دايما نقول السودان الشقيق. نعم، والسودان ومصر بلد واحدة. ده حقيقي. وأنتم امتدادنا وإحنا امتدادكم من ناحية البحر المتوسط، والحقيقة أنه في توافق بين الشخصيات بشكل كبير. فنتكلم كده على الشخصية المصرية والسودانية، إيه اللي بيميزهم الاثنين، أو إيه العوامل المشتركة بين مصر والسودان كشخصية؟ هو طبعا ده تاريخ مشترك، وهي هذه علاقة نعتقد أنها هي تميز يعني بتدعم الجغرافيا وبيميز التاريخ وبيشجع ماضي التعايش المشترك بين البلدين. مصر والسودان انا اعتقد انه هي في الاساس بلد واحده، يعني نحن شعب واحد في بلدين ان صح التعبير. في اثار انا عارفه في شمال السودان، في اثار مصريه قديمه يعني فرعونيه موجوده عندكم لعدد من الملكات. طبعا هو الامتداد واحد، الامتداد واحد. يعني انت الان في تطابق كبير جدا بين الحضارات، بين شكل الاهرامات، بين النمط الاثاري. انت بتفتكري انك انت في اسوان، في كرمه، في بجراويه، في كانك في بلد واحده. فلذلك كان لما اهل النوبه قريبين جدا من وهي قبائل مشتركه، يعني هم يحملون الجنسيه السودانيه احيانا ويحملون الجنسيه المصريه، وفي تداخل شعبي. انا افتكر انه هذه العلاقه لذلك هي ظلت علاقه تاريخيه، شعبين بيشربوا من شريان واحد. صحيح. كثير جدا تحدثنا عن وحدة وادي النيل. هي طبعا هذه العلاقة رغم أنها بتأثر بعض مرات بأمزجة الحكام، ولكن ظلت العلاقة الشعبية طبعاً تمثل الطوق النجاة الدائم لهذه العلاقات التي تشهد الآن كذلك تطور كبير جدا. وليس هنالك حل لشعبي وادي النيل وللسودان ومصر سوى هذه الوحدة، وسوى لأنه كل بلد بيمثل عمق للآخر اقتصاديا وأمنيا وسياسيا. وإن شاء الله يعني في القريب العاجل يتم توظيف كذلك للقوى الناعمة السياحة طبعاً. في تعزيز العلاقات والروابط المشتركة. بنقول لك مبروك الأول على نائب رئيس المركز، وده طبعا أنا عارفة أنه يعني مسؤولية، ولكن أنت قد المسؤولية، لأنه طبعا دي ثقة أهل المركز كلهم أن هم انتخبوك. فقولي بقى أنت حاطط برنامج شكله عامل إزاي، وإزاي هتبتدي دي تحول الكلام اللي حضرتك بتقوله لحقيقة، أنه يبقى في نوع من او دور كبير للاعلام في فكره السياحه، وفكره مش بس السياحه انها توطد العلاقات ما بين البلاد. نعم، هي الان طبعا السياحه انا افتكر انها من يعني من اكبر المقومات التي يمكن ان توحد الدول العربيه. هذه الدول طبعا يمكن باعدتها السياسه كثيرا، ولكن الدين واللغه والمقومات السياحيه دي كلها روابط انا اعتقد انها هي يمكن ان تعزز وحده هذه الدول العربيه. أنا كذلك يعني هذا البرنامج مصمم بشكل أساسي على تعزيز السياحة البينية بين الدول العربية، لأنه هذه واحدة من أهم أهداف المركز العربي للإعلام السياحي. إحنا بنحاول في كل بلد نجد ما يمكن أن يبشر بالمقومات السياحية، بنشجع الوفود السياحية بين البلدان العربية، وبنشجع أنه يكون في تعاون بين المركز إدارات المراكز في عدد من الدول العربية. طبعا المركز الآن ينتشر في عدد من الدول العربية، يكون في علاقات وثيقة بينه وبين السلطات والحكومات الموجودة بهدف الاستفادة، لأنه الآن نحن نفتكر أنه السائح العربي محتاج لمعلومات كثيرة جدا عن المقيمات والجاذبة السياحية في البلدان العربية، لأنه كثير ما يخرج لي يمكن يبتغي السياحة في الدول الأوروبية وفي الدول الأخرى، ولكن نحن لدينا كثير جدا من المقيمات التي يمكن أن تدعم الاقتصاديات الدول العربية. السائح العربي لا بد أن يدعم الاقتصاديات العربية، وهذا دور المركز في الفترة القادمة. أنا بشكل أساسي سأركز على تشجيع السياحة البينية بين البلدان العربية وتأسيس العمل المركز في كل البلدان العربية حتى يتم التبادل المطلوب في هذا الجانب. يعني احنا العوامل المشتركة بيننا وبين السودان مش بس عربي، وان احنا منطقة عربية، احنا كمان بيربطنا عمود اساسي هو العمود الافريقي، يعني بعدنا الافريقي. لما بنتكلم على افريقيا وعندنا كمان شمال افريقيا، بنتكلم على المغرب العربي، ازاي ممكن فعلا نبقى بنوطد العلاقات جدا بحيث نبتدي نبص للعالم الاوروبي، تبقى دي الخطوة اللاحقة ان احنا نوجه كلامنا كمان للعالم الاوروبي، انه تعالوا زوروا شمال افريقيا، زوروا السودان، زوروا مصر. هو طبعا واحده من الميزات الكبيره جدا التي تميز المركز العربي
للإعلام السياحي أنه في البعد الأفريقي الموجود بتمثيل الدول الأفريقية مثل ما تفضلت في مصر والسودان وعندنا في ليبيا ودول المغرب العربي، يمكن أن يكون كذلك جسر للتعاون بين العرب والأفارقة، وهذه ميزة نعتقد أنها لا تتوفر لكثير من الهيئات التي تعمل في الجانب السياحي، لأنه الآن عضوية المركز هي عضوية يمكن ضاربة في العمق الأفريقي. نحن كذلك في الفترة القادمة نفتكر أن المركز لابد أن يكون فيه تعزيز للتعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية، ونستفيد من هذه الميزة، ميزة أنك يعني لديك عمق عربي وعمق أفريقي، يمكن من خلاله أنك تتوطد العلاقات بين الدول عبر تفعيل الجوانب السياحية والترويج لها في كل البلدان العربية وكل البلدان الأفريقية. ومصر والسودان هنا رأس الرمح، يعني لأنه أنا أعتقد أنه مصر بما تملك من مقومات سياحية محتاجة كذلك، لأنه العالم الإفريقي بشكل خاص يلتفت إليها. السودان كذلك هو دولة يمكن فيها كثير جدا من المقومات السياحية، يمكن أن تكون يعني السودان يمكن أن يكون مصر يمكن أن يكون جسر بين العرب أو الأفارقة في المرحلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا. وكان قبل ما نمشي كده، يعني بمناسبة إن إحنا كنا رئاسة الاتحاد الأفريقي السنة اللي فاتت، وإن شاء الله يبقى برضو الخير، ودايما مصر متواصلة مع أفريقيا. من ضمن كانت الأفكار اللي بتتقال إن عايزين نعمل رحلات بالمراكب بتبقى بتشق كده خط نهر النيل، يعني بتبقى على امتداد نهر النيل بداية من مصر والسودان وبعدين لغاية بقى جدنا في أثيوبيا. فهل الفكرة دي واردة؟ وطبعا يبقوا بيخرجوا من النهر يمشوا في الاماكن اللي ما ينفعش يبقوا بيكملوا فيها وبعدين يرجعوا تاني نهر النيل تبقى على امتداد نهر النيل، ايه رايك؟ والله ليس هنالك ما يمنع، هذه فكره جيده. عموما كان هنالك يمكن خارطه الطريق امام المركز العربي للاعلام السياحي في دوراته السابقه انه بيحاول ينفتح على الجانب الافريقي. بالضروره دول حوض النيل، ونعتقد انه يمكن في الفتره القادمه انه يكون في اختراقات كبيره جدا في هذا الجانب، خاصة انه في جوانب كثيرة جدا في دول حوض النيل غير مكتشفة للإخوة الأشقاء العرب. صحيح. انا بشكرك وربنا يوفقك ان شاء الله كنائب رئيس للمركز، ونشوف ان شاء الله الجدول ده او خطتك ان شاء الله تبقى على ارض الواقع تتنفذ. شكرا استاذة ريم، كتر خيرك، وشكرا لكل المشاهدين، واتمنى ان اراكم دائما بخير، واتمنى للعلاقات السودانية المصرية دوام التقدم، وللعلاقات العربية العربية كذلك دوام الازدهار والنمو، وهذه انا افتكر انه واحده من المهام الكبيره التي يمكن ان نطلع فيها بها خلال الدوره القادمه. شكرا جزيلا. تعزيز العلاقات البينيه العربيه. الكاتب الصحفي يوسف الشمري من السعوديه، يا اهلا وسهلا. يا اهلا فيكم، هلا والله، حياكم الله. طبعا زرت مصر كتير يا استاذ يوسف. ايوه دائما اجي مصر، انا هنا واجي شرم الشيخ واجي القاهره. ايه اكتر مكان بتحب تقعد فيه؟ القاهره، انا عارفه انه اهلنا في الخليج دائما بيحبوا يقعدوا في القاهره. ايوه في القاهره، او اجي هنا شرم، انا دائما يعني اجلس في شرم 4 ايام، هناك اجلس في القاهره عفوا 4 ايام، واجي هنا شرم 4 ايام. طيب السعودية يعني عاملة ضجة كبيرة جدا في العالم، انه دلوقتي بتنفتح على العالم بشكل كبير، بتجيب عدد من الفنانين ومهرجانات وعاملة جو حلو. أيوة جدا جدا. ايوه صحيح. فاحكي لنا كده الخطوات اللي السعودية بتاخدها سريعة من ناحية السياحة ومن ناحية كمان الاعلام. هذه طبعا فضل من هيئة الترفيه ومقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الامير محمد بن سلمان، فافتحوا المجال يعني للشعب والناس الرفاهيه واحتفالات يروحون ويجون، فكذا الناس انبسطت. شايفين انه في دور للمراه بقى اكبر في السعوديه. أكيد. المراه بقت بتسافر تتعلم في الجامعات برا وترجع تفيد بلدها. المراه اساس المجتمع. المراه هذا طبعا اساس المجتمع، ما يقوم قائمه للرجل الا عنده مراه.